اولا نبغي نقول لكل امراه مغربيه هنيئا لك بهذا اليوم ودائما متالقه بجميع المجالات. بالنسبه للمقابله اليوم فكنظن انها مقابله مهمه، وحنا اجلنا تدريب التعليم باش نجيو نحضروا المقابله باش نشجعوا فريق الجيش الملكي ونشوفوا المستوى اللي هو ديال فريق الجيش الملكي مع فريق اجنبي. والحمد لله يعني شلنا واحد الشوط الاول اللي كانت في مستوى طيب. اليوم فهو اليوم ديالنا كما تيقولوا، كنتمنى جميع سيدات المغرب التالق والصحه والسلامه، ويعني انها تحظى بمناصب اخرى وتعطاها يعني تكون عندها الكلمه الاولى في جميع المجالات. اولا بمناسبه اليوم العالمي للمراه كنبغي نهنئ جميع النساء المغربيات وجميع نساء العالم، وتهنئه خاصه للام ديالي. انا اليوم جيت نحضر لهذه المباراه باش نشوف المستوى ديال الفرق الاسبانيه، وبما انها لعبت مع يعني الفريق الجيش الملكي اللي هو احسن فريق المغرب، كنشوفوا المقارنه بينه وبينهم. اكيد اكيد كاين فرق كبير، لانه صراحه البطوله الوطنيه ديالنا ضعيفه بزاف، لان الممارسه كتلعب دور مهم. خصنا صراحه بطوله قويه، لان يعني جميع اللاعبات المزيانين مجموعين في الفار مع من غير يلعبوا ضد من كيلعبوا مع بنات اللي مع فروق اللي الله يحسن العوان ديالهم ما عندهمش امكانيات، يعني عندهم لاعبات على قد المستوى، وهذا الشيء كينعكسنا على المنتخب الوطني. ما كيفنا كنلعبوا مع شي فريق افريقي ما كنلقاو البنات ناقصين في الكومبيتيسيون ديالهم. الريسم ما عندهمش ديال لي ماتش ديال اللي هو الهو نيفو. اولا تنهنيو المراه على هذا اليوم، هذا الحفل ديالهم في هذا نهارهم. المغرب المراه ديالنا شنقول لك، راه هي النص الاخر وتعطاتها الأهمية ومذكورة في القرآن وبزاف ديال الحوايج. يابا دو ما كاينش شي أمة اللي تطورت بلا ما كانت واحد المرأة إلى جانب الناس اللي تتسير وتتدبر الأمور. وراه شفنا دابا في جميع المجالات الوجود ديالها هنا في المغرب ولا خارج المغرب، حنا نهضروا على المغرب، بأن اكتسحت وخدات داك الشيء اللي تتستاهل. الله يكمل عليهم بون فيت. الجمعيه الرياضيه المغربيه للتنميه والاندماج الاجتماعي بمقابله ما بين فريق النسوي للجيش الملكي وفريق اسبانيول دو برشلونة. والجمعيه هذه جمعيه جديده، جمعيه فتيه اشرف عليها مغاربه اللي عندهم اراده تطوير البلاد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.